فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة كثر الحديث حول موضوع العلاج بالقرآن الكريم. نعم. وحسب علمي القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب في الطب، وحسب علمي أيضا لو اعتبرنا أن القرآن الكريم هو كتاب في الطب أعتقد أننا بذلك نقلل من شأنه. ما تعليق فضيلة الشيخ على هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟ شوف يا سيدي، ما كان الله ليضع في كتابه شيئا يمنع قدره. يقول بعدين يقول لك اقرا الآية عشان اطيبك شغلانة يعني، خلاص كده. انما المسألة ازاي؟ المسألة اننا نعالج بالقرآن امرين، نشوف المصيبة التي تصيب الانسان في نفسه أله فيها سبب ولا ملوش سبب. ولد سقط مثلا، ما ذاكرش، اهمل دروسه، نقول لك ايوه، تقول ما تقوليش علاج بالقران بقى ولا بتاع. العلاج ان يرجع الى الاسباب المعطاه لهم من الله فيفعلها ويبقى تعالج. نعم، هذه واحده. طيب، ما عمل مجتهد ومذاكر وكل حاجه، بس جه في الامتحان حصلت له مثلا دوخه ولا حاجه، نقول له ده امر قدري لا دخل لك فيه. خلاص. نعم. افهم ان لله في ذلك حكمه، هذه الحكمة يمكن كنت هتنجح نجاح ما يوديكش الكلية اللي انت عايزها، يمكن انت كنت مجتهد قوي الناس تشهد فيك تدين الشك عين تموتك، فيبقى لله حكمة. لو عرف الإنسان حكمة الأمر الذي يجري عليه من ربه يوم يرتاح. يبقى أمرين اثنين، أمر لي فيها سبب، علاجي أنني أعمل السبب، أمر لا سبب لي فيه أرجعه إلى حكمة من أجراه بدون دخل مني، أقول لله حكمة فيه وأقبله. يرتاح 24 بعد ذلك. نقول له طيب أمال يعني النبي لما بقى يدعي ويرقي، نقول له هذه الرقية والدعاء زي ما من أول محامي شيء تطمئن له النفس. لذلك رحت للدكتور، يعني كأنه أخذ في إيه، في الأسباب، أو أنه يدعو دعوة يستجيب الله له بسببها، يقول ربنا يطيبه. مش الآية دي عشان تعالج دي، والآية دي عشان تعالج دي، وأجزاء خانة، مش كلام من ده. يتضرع إلى الله، إلى الله فيجيب دعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا نخلص من هذا الرأي، لأنه بعض دجل، كل ده دجل، كل ده دجل. البعض منهم بيدعي انه بيعالج بالقران الكريم، وحينما سالناه اذا ما كان يحفظ القران الكريم اكتشفنا انه لا يحفظه. ما بقولك كلها دجل. نعم. الان المريض بيبقى في حاله زي ما بيقولوا بالشبع لديسه، فبده اي حاجه يقول لك ده، بيقول له روح. نعم. نعود فضيله الشيخ الى يعني احكام الدين في بعض القضايا الصغيره. هناك شاب في مقتبل حياته بيستعد للزواج وبيدبر حاجاته، بيلملم احتياجاته. هل هذا الشاب لما يضع مبلغ في يحافظ على مبلغ او يدخر مبلغ، هل هذا المبلغ تسري عليه احكام الزكاة وهو يدخره لشراء شقة او للزواج؟ لا احد يحتاط على الله في رزقه ابدا. هذا الرزق الشيء الوحيد اللي ما يحطش عليه. كم من أناس سابوا أولادهم متلطمين ويتامى وبقوا سادة، وكم من أولاد سابوهم أباؤهم وأمهاتهم مش عارف أغنياء وبقوا شحاتين. مسألة الرزق دي ما فيش فيها كلام دي. نعم. إذا يدفع بالزكاة؟ نعم، ما دام عنده مال فائض عن حاجته الأصلية دلوقتي لازم يزكيها. نعم. ما تدخلش لحاجة مستقبلة لتترك فقيرا في حاجة موجودة الآن عايز يأكل ويشرب. نعم. ما قيمة الزكاة؟ ما قيمة الزكاة؟ قيمتها المادية؟ نعم. لها نصاب، إذا بلغ ندفع عنه، يعني لحد مثلا 80 جنيه مثلا، أقل من كده ما فيش، وبعد ذلك ندفع منه 2.5%، 2.5% في كل سنة هجرية. خلاص؟ نعم. هذا إذا كان نقد. إذا كان زروع أو حيوانات لها نظام خاص، العشر أو نصف العشر كانت بتسقى بكذا، فالذي تجب عليه الزكاة مش مفروض أنه يحضر علم في الزكاة لأن باب واسع، إنما لما يبقى عنده زكاة يسأله أهل الذكر فيه، يا راجل أنا عندي زكاة،
ما بيجيش واحد هيحج نقول له يدرس كتاب الحج، يدرس كتاب الحج اللي بيدوخ العلماء طول عمره. نقول لما لا يستحج يسأل أهل الذكر فيه، افهم أن الحج واجب عليك إن حصل كذا، لما تيجي الحج ابقى اسأل أهل الذكر فيه، زي ما بتروح لدكتور تسأله في أي مرض طارئ عليك. نعم. فضلت الشيخ، حضرتك تطرقت إلى الحج وتناولته في جملة من الجمل اللي حضرتك بنتحدث فيها، وهناك سؤال يراودني ويراود الكثيرين، ما حكم هذا الرجل أو أي رجل بيخرج إلى الحج كل عام؟ شوف يا سيدي، ما زاد عما فرضه الله عليه هو حر فيه، يصدق يروح يحج يديه معونة الواحد ما على المحسنين من سبيل، ما دام زائد عما فرض الله ما حدش يلزمه حاجه، لا شيء ترتاح اليه نفسه. يقول لك بيروح يحج ما يديه للغلابه، ما هو برضه الحج بيدي للغلابه، لان لما تشوف اللي بيحج شوف بيجهز هنا نفسه ازاي، بيعمل ايه، بيلبس ازاي، بيروح يصرف هناك ازاي، بيشتري المواشي من الناس اللي قاعده تربيها طول السنه، بيعمل بالبضائع الناس اللي بتتاجر، المهم اخراج المال للنفع العام، وما دام سائد عما فرض الله فليس لاحد ان يتحكم فيه، ما على المحسنين من سبيل الله. نعم. لو وضعنا في الاعتبار ان العالم الاسلامي في زياده مضطرده وفي زياده مستمره، نعم، والاماكن اماكن هذا شيء يقدره ولي امر الامه التي فيها مناسك الحج، فقط قد كده وله له الحج، بعد كده كل واحد يا اهل الشام شامكم يا اهل اليمن يمنكم، لان لو ابحنا المعيشه في الارض دي كل الناس عايزه تعيش هنا. نعم. فده يقدرها ولي الامر. اذا فلا حرج. نعم. إذن من ناحيه ايه؟ اذا فلا حرج، يحج كل سنه ما فيش مشكله. ابقى بقول لك ما دام زائد عما فرض الله. نعم. ما ادي اللي فرض ربنا هو حر في ان يذهب فيه اي شيء، يجيبها يديها المعونة الواحد، يديها معونة الجمعيه، يعمل اللي ينفس بها عن قرب، يعمل كل حاجه على كيف، فما اقولوش اعمل دي او دي، المهم ان يستريح الى العطاء بس. فضيلة الشيخ، لازلنا أيضا نعود إلى الحديث عن شهر رمضان المعظم، باعتبار أنه بقيت أيام قليلة ويدخل شهر رمضان بإذن الله، طعام المسكين، أو بمعنى آخر ما هو طعام اللي بيقابل الإفطار؟ أنا أفطرت عمدا، أفطرت لسبب أو لآخر وعلي كفارة. من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا بيوم البر الأول ده كانت ذكر الرومة واللحم ومش عارف إيه، ولا يوم الجبنة والبر، من أوسط ما تطعمون أهلكم. أعرف رجل يوميا يتجه إلى موائد الرحمن ويشارك الفقراء في طعامهم. كلنا كده. نعم. كلنا بالمبرات ونعمل كده عشان يبقى المسألة ناكل من طعام واحد، زي هما بياكل أنا باكل. يشوفني أنا باكل. إذن ليست العبرة في موائد الرحمن فقط الصدقة، وإنما العبرة أن يجلس الكبير بجانب الصغير وأن نعم. يجلس الغني بجانب الفقير. وأنا باكل من طبق واحد أنا وهو. الله. نعم. هذه هي العبرة. نعم. 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 ثم ال 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 ليه ما تجعلش دي مسألة موائد منصوبة يدار فيها المحتاج الحقيقي. الله. نعم. وتقول له والله تيجي وأنت اللي تفاجأ. وقد يحجبه الحياء. نعم. محتاج قد يحجبه الحياء. قد يحجبه الحياء. يوم لما يجي يشوف انا قاعد وده قاعد وده قاعد يبقى لا حرج، ولاقي ناس كويسين كده قاعدين يقول لك دي بركه، حتى هم يقولوا كده، يقولوا احنا جايين بركه. ايوه يا سيدي بركه، اللهم صل.